اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاهدنا بفضل أيامه المباركة إلى صراطك المستقيم، وانصرنا على أنفسنا وعلى الشيطان الرجيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من خلقت الإنسان في أحسن تقويم، حسن سريرتنا كما حسنت خلقنا، وحبب إلينا الطاعة والإحسان، وازرع في قلوبنا كره الفسوق والعصيان، وزد في إيماننا، وارفع بفضلك درجاتنا، إنك أنت الهادي الغفور الرحيم الودود. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.